ولمناقشة مسألة الرفض الشعبي الجارف لعودة مجالس المحافظات في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا، حياكم الله. أستاذ أحمد، كما تلاحظ تظاهرات في بغداد والمحافظات رفضا لعودة مجالس المحافظات، لماذا برأيك هذا الرفض الشعبي لمجالس المحافظات؟ نعم، لأن تجربة العراقيين مع الفترة التي كانت فيها مجالس المحافظات قائمة كانت تجربة مريرة، وكانت باب من أبواب نهب المال العام من قبل أعضاء مجالس المحافظات بكل المحافظات العراقية دون استثناء، حيث كان أعضاء مجالس المحافظات بمثابة مدراء لمكاتب اقتصادية تسيطر على إدارة المحافظات العراقية وتثير المشاكل السياسية وتعمل على يعني سحب المال العام باتجاه جيوب الأحزاب من أجل يعني توفير الدعم المالي للأحزاب والميليشيات. لذلك مطالب العراقيين مطالب حقيقية وقائمة على الواقع الذي كانت تفرضه مجالس المحافظات في السنوات الماضية. نعم، إلى أي مدى ترى أن محاولات حكومة السودان والإطار إعادة مجالس المحافظات الآن ما هو إلا محاولة لتكريس نفوذها أو نفوذ تلك الأحزاب والسيطرة على مخصصات المحافظات مرة أخرى؟ نعم، بالتأكيد، لأن الفترة الذهبية التي كانت تعيش فيها الأحزاب والطائفية التي كانت تسيطر على الحكومات السابقة، كانت هنالك مجالس محافظات، وكانت هذه المجالس تستخدم المال العام من أجل التأثير على العملية الانتخابية، وكذلك من أجل شراء الذمم بما يخدم الأحزاب الكبيرة التي تسيطر على الحكومة. لذلك تعتقد هذه الأحزاب التي اليوم تدفع باتجاه إعادة مجالس المحافظات إلى إعادة هذه المجالس إلى الوجود مرة أخرى، لأنها تعتقد أن وجود هذه الأحزاب يرتبط بوجود مجالس المحافظات في السي. هذا من ناحية، وهناك من يرى أن رغبة الإطار في إعادة مجالس المحافظات سيئة السمعة كما تفضلتم لدى الشارع العراقي، هي لفتح مجال أكبر للترضيات بين أحزاب الإطار التي يرى بعضها أنها غبنت في توزيع الحقائب الوزارية. المسألة مسألة محاصصة وتقسيم للمقسم. نعم، النهج الذي تعتمد عليه اليوم حكومة الإطار كما قلت هو أسلوب ترضية القيادات الخط الأول وقيادات الخط الثاني ثم قيادات الأحزاب المحلية، وشراء الشارع من أجل إسكات الغضب الشعبي العارم الذي تولد خلال السنوات الأربعة أو الخمسة الأخيرة والذي نتج عنه انتفاضة تشرين. لذلك هذا النهج تعتمده اليوم حكومة الإطار من خلال محاولة إسكات وإطفاء غضب الشارع بكمية كبيرة من الدرجات الوظيفية، ثم التلويح بإعادة مجالس المحافظات من أجل شراء أكبر عدد ممكن من ولاء الشارع العراقي بما يخدم أهداف وتطلعات أحزابهم الطائفية الضيقة. نعم، المتظاهرون كذلك طالبوا بإلغاء فكرة تطبيق قانون سانت ليغو في الانتخابات المقبلة، هل ثمت علاقة بين هذا القانون والرفض الشعبي لعودة مجالس المحافظات؟ نعم، يعني هذا القانون طبعا هو قانون معدل كما تعلمون، يعني لو أخذوا بقانون سانت ليغو الحقيقي والأصلي الذي تعتمده معظم الدول الأوروبية التي تشتهر بكونها ديمقراطيات
حقيقية ونظيفة لهذه الدول، لكن ما حصل في العراق هو أن هذا القانون تم تعديله من قبل الحكومات السابقة بما يخدم مصالح الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة، حيث تقوم فكرة هذا القانون على أساس أن عملية التصويت تجري وفق ما يعرف بدائرة انتخابية واحدة، وهذا الأسلوب يخدم الكتل السياسية الكبيرة، لكنه في ذات الوقت يغبن حق المرشحون المستقلون وكذلك الكتل السياسية الصغيرة التي لا تمتلك الأموال الطائلة والأموال الكافية لدعم حملاتها الانتخابية، وبالتالي تؤدي هذه الطريقة إلى ذهاب أصوات الناخبين لمصلحة الكتل السياسية الكبيرة دون المستقلين ودون الكتل السياسية الصغيرة. نعم، بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فإن الانتخابات لن تكون نزيهة في ظل قانون سانت ليغو، طالما أن الأمر كذلك لماذا الإصرار على هذا القانون؟ نعم، لأن هذا القانون ثبت يعني نجاحه خلال حكومات نوري المالكي الأولى والثانية وكذلك حكومة الائتلاف الوطني كما كان يعرف في ذلك الوقت. هذا القانون كان سبب في أن تذهب جميع أصوات الناخبين لمصلحة الكتلة السياسية الأكبر، وبالتالي نرى أن هنالك نائب أو سياسي فاشل في الانتخابات لكنه صعد بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها القائمة من خلال على أساس أسلوب الدائرة الانتخابية الواحدة. لذلك هذا القانون يخدم هذه الأحزاب السياسية الكبيرة ولكنه يتنافى مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية. أشكرك جزيلا الصحفي العراقي من بغداد أحمد الجميلي.